الذين يعملون جنود، نعم. يعني جنود يعني يعملون ليلا ونهارا لإنقاذ يعني المرضى في ظل ظروف صعبة جدا جدا، لا يوجد هناك أي إمكانيات، لا يوجد هناك أي إمكانيات، لا يوجد هناك علاج، لا يوجد هناك أسرة في داخل المستشفيات. أنا رأيت بأم عيني المرضى، في الممرات في المستشفى الشفاء، رأيت الجثث، عشرات الجثث لا وجود، لا مكان لها، كانت توضع في داخل سيارة، عبارة عن ثلاجة، بكثرة أو لعشرات الشهداء اللي كانوا يصلوا إلى المستشفى على مدار الساعة. كنا نسمع عن عمليات قيصرية، النساء الحوامل تولد بدون مبنج، مبنجات أو عمليات جراحية وغيرها بدون بنج. عشرات العمليات اضطر الأطباء إلى إجرائها للمرضى دون وجود البنج، حتى يتمكنوا من إنقاذ يعني حياتهم. وكانت يعني يعملون في ظروف لا يتخيلها أي إنسان، لا يتخيلها، يعني حتى في القانون الدولي المستشفيات والمرضى لهم حماية خاصة، لم يكن يميز قوات الاحتلال بين مريض وبين جريح وبين مواطن وبين يعني رجل مقاوم. كلهم الأونروا نفسها تم قصف، قصفت مراكز الأونروا، قصفت مراكز الأونروا، قصفت المستشفيات، قصفت مراكز الأيتام، قصفت كافة المباني المدنية والحكومية، دمر كل شيء، كل شيء دمر. يعني ما المراد؟ إنهاء الحياة، إبادة الحياة. المراد هو إبادة الحياة واستحالة الحياة في مدينة غزة وفي شمال غزة. وأيضا حقيقة يعني عندما انتقلت أنا من غزة إلى يعني جنوب غزة، لم تكن أكثر مرة قبل طبعا الرحيل والنزوح من مكان إلى مكان، وإن تقتلون أقل شيء، أقل خيام؟ أقل شيء المئات من الناس تسكن في خيام، المئات من الناس تسكن في خيام، ومن يجد خيمة فهو هذا يعني محظوظ. هناك الناس لا تجد بعض الخيام، الناس في العراء، في العراء. ويعني أشد الألام كانت يعني على الأطفال، على الأطفال، البرد القارس، الخوف، عدم وجود أكل، عدم وجود شراب لهم، عدم وجود أي مقومات للطفل. هذا كان أصعب شيء على يعني الإنسان وعلى الأسر في داخل قطاع غزة. المرصد الأورو متوسطي لحقنسان يقول: وثقنا إنشاء 120 مقبرة جماعية في غزة. يعني أنت حكيت المواطن الآن، كنا نحكي على أنه في أزمة، أغلب العرب في أزمة، ما يقع الآن قلت هذا إبادة مش أزمة. يعني عندما يصبح الحلم الفلسطيني الذي يستشهد ابنه ولا أخوه أنه يفارقه، أن يودعه، ثم أن يكرمه لدفنه. حقيقة يعني موضوع حتى دفن الشهداء، دفن الشهداء، يعني من كان من الشهداء محظوظا أن يجد من يذهب لدفنه من بداية الحرب، من بداية الحرب، بل كان هناك المئات من الشهداء لا يجد من يدفنه. وهذا يعني أصلا يعني في المواثيق الدولية من المحرمات، لابد من دفن الموتى، لابد من اللي هو نقل الموتى من أماكن المعارك. هذا الكلام، نعم، هذا الكلام كان قد دمرته كل شيء دبابات، قد قصفته ولم تبقي لأي ميثاق، لأي حقوق، لا حقوق مرأة ولا حقوق طفل ولا حقوق إنسان ولا حقوق حيوان. تمام. أيضا حقيقة في هذه يعني الحرب التي يعني لما زالت حتى هذه اللحظة قائمة في مدينة يعني غزة. أنت عايشت حروب سابقة، ولكن الأمر هذه المرة مختلف كثيرا. أنا عايشت حرب 2008، حرب 2012، حرب 2014، وحرب 2021، كافة الحروب يعني عايشتها. لم تمر ظروف بهذا الحجم، لم يمر دمار بهذا الحجم، لم يمر قتل، قتل للأطفال، للنساء، للكوادر الطبية، لرجال الدفاع المدني، لكل المدنيين، لم يمر، لم يتخيل الإنسان أن يقتل. هذا على الأقل عندنا الآن نقول 18,000 شهيد، لكن غدا بعدما تصمت المدافع الجميع سيصاب بصدمة، نتيجة أن هناك كمان الآلاف من الشهداء مفقودين،
تحت الأنقاض، لا وجود لإمكانيات، لا وجود لإمكانيات. العمارات السكنية كانت تنزل على رؤوس المواطنين، ولا يجد هناك أي إمكانية للي هو رفع هذه الأنقاض، بل كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف المكان أكثر من مرة. يعني حينما يتوجه الناس لإنقاذ بعض المرضى يتم قصفهم، حينما تتوجه سيارة الإسعاف إلى المكان لنقل الجرحى يتم قصف المكان مرة أخرى بشكل متعمد وبشكل يعني مقصود، شيء حقيقة لا يتخيل أي إنسان ولا يتصور أي إنسان أنه فيه. إحنا في ظل وجود محاكم دولية، في ظل وجود محكمة جنائية، في ظل وجود مواثيق دولية، تمام، كل هذه تنتهك وتضرب بعرض الحائط. حتى قرارات الأمم المتحدة منذ 70 عاما، تمام، لا أحد يحترم حقيقة هذه القرارات. قوات الاحتلال تضرب بعرض الحائط بكل القرارات وبكل المواثيق، وكأنها هي فوق القانون، هي فوق القانون. أنت قلت